كتير جدا من الستات بتجهد وهي في انتظار قرار جوه علاقة مع شخص متردد، بتضيع كتير من عمرها وهي مستنية انه ينطق، بتضيع كتير من عمرها وهي مستنية انه يبادر. هي مفترض ان المبادرة موجودة عنده لانه هو الراجل، ومتخيلة انه لانه راجل وعنده القوامة يبقى هو اللي هيبادر. في مجتمعات شرقية وعربية زي مجتمعاتنا بتنتظر الست اللي بدأ ان هو يلمح ان في علاقة، بتفضل منتظرة قرار المبادرة، القوامة اللي ربنا المفروض كلفه بيها مش شرفه عليها، بتفضل منتظرة إلى أن تستهلك فكريا وذهنيا ومشاعريا وهو متردد وخايف أو موسوس. هل تعلمي أن المرحلة دي اللي حضرتك ممكن تسميها عدم نضج عاطفي مرتبطة من سن 2 لـ4 سنين؟ هديك مثال. انه ما لقاش بقى اللي كان محتاجه نفسيا في الوقت ده في المرحلة دي. المرحلة الأولى من الجنين لسن 2 بنسميها المرحلة الفمية. حد من المحللين النفسيين القدامى أطلق عليها الاسم ده لأن الطفل بياخد كل حاجة يوديها على الفم. من 2 لـ4 سنين بيسموها المرحلة الإستية أو المرحلة الشرجية، لأن في المرحلة دي بيتم تدريب الطفل على الإخراج والتنظيف. إن هو إزاي يتخلص من فضلاته وينظف نفسه. عارفة الراجل اللي كان بيجهد الست اللي بيحاول يرتبط بيها، يقرب منها شوية ويبعد عنها كتير، يتردد في إن هو يصارحها، ولما يصارحها يتردد في إن هو يكمل معاها، ولما يكمل معاها يتردد في إن هو يبقى جنبها. الشخص الباهت اللي موجود ومش موجود، الشخص اللي ممكن يكون موجود بصورة هي مش حباها رغم إن هي عرفته بصورة كانت حباها، اللي مش عارفة هو اتحول إزاي واتقلب ليه، اللي مش قادرة تميز هو محتاج منها إيه أو عايزها أصلا ولا لأ. الشخص ده مشكلته في الغالب كانت من سن 2 لـ4 سنين وهو بيتدرب على مرحلة الإخراج. مش عايزك تستغربي وبالراحة عليا. بالراحة أنت علينا يا دكتور. ليه مرحلة الباتي تريننج اللي بيقولوا عليها دي؟ برافو. إيه بقى اللي أثر في النضج العاطفي ساعتها؟ عايزين نربطهم ببعض بس عشان الناس تستوعب معانا. حاضر. المفروض إن الطفل هنا بيتم تدريبه على التحكم في عملية الإخراج. الطفل ده ما بيكونش موجود في العالم بتاعه الا الام حتى هذه اللحظه. الام اللي لسه مدياله صدمه كبيره جدا، كان متخيل ان هي اقرب حد ليه وجسمها ملاصق لجسمه، وفجاه قررت انها تبعده في مرحله الفطام وتقول له انا مش عايزاك. لو ما تمش اداره هذه المرحله صح بتتحقق اول صدمه نفسيه بتؤثر في ان العمر النفسي بتاعه يبقى فيه ديفكت. تاني مرحله بيمر بيها اللي هي من 2 لـ4 سنين. بيتدرب على كيفية الإخراج والتحكم فيه والتخلص الآمن منه، يعني تنظيف نفسه بشكل كويس. في المرحلة دي الطفل بيبقى عايز يقرب من الأم. هي بعدتني بس أنا محتاج أقرب منها أكتر. هي بعدته بالفطام اللي هو مش فاهم سببه، بس هو بيقرر يقرب منها أكتر ويديها كل ما يمتلك، وبيركز لها شعوريا فبيلاقي إن هو لا يمتلك حاجة غير الستول. فبيروح لها بكل لهفة بكل قرب بكل شغف ويحط لها كمية ستون جنبها. دي جديدة دي يا دكتور. رد الفعل هنا ان هي بتضربه وتقول له ان انت عملته ده غلط، وكأنها هنا بترفضه. يعني هو بيجذب اهتمامها؟ لا، هو بيروح يديها هدية. بيروح يهديها، هو بيروح يديها الهدية دي. هي كل اللي عنده وهو رايح يقول لها انا بحبك جدا فهديك الحاجة اللي عندي، فهي بتضربه او بتعاقبه. هو بيفهم ان انت رفضاني. ده التعامل الغلط طبعا. الغلط. الصح انا متشكره جدا انك حاولت تقرب مني بالشكل ده وهقبل هديتك بس حطها لي هنا. وصلت؟ وصلت في المرحله دي، بس عايزين نربطها بقى بالنضج. ان يعني هو قرب من ده مين؟ ده ازاي اثر في الكبر بانه يطلع شخصيه متردده؟ مش راح قرب منها وكان متخيل ان هي هترحب بيه، ولقى منها رد فعل هو مش فاهمه واداها كل اللي يقدر عليه وهي رفضته، وبعدين عنفته ان هو اهتم بيها وقرب منها، فبقى كونفيوز. فبعد كده في كل مرحله يعني هيقرب من واحده هيسال نفسه مليون مره، هي عايزاني ولا ممكن ترفضني؟ طب هو اللي انا عملته ده كان صح ولا غلط؟ لذلك كتير من الستات بتجهد وهي في اشباه علاقات مع حد مستنيه منه فريم المبادره، مع حد مستنيه منه الجراه في ان هو يحرص عليها او يطلبها او يختارها او يعرفها انه محتاجها، مع حد ممكن تكون مستنيه منه انها تقول له انت ليه ما بتاخدش خطوه. وتوجهت كتير من الستات ذهنيا ومشاعريا وعاطفيا وهي منتظره حد المفروض ان عنده من القوامه والجراه، ان عنده من الرجوله والثقه، اللي يروح ويقول لها فعلا. صدقيني انا مشفق على كتير من الستات في مجتمعاتنا العربيه والشرقيه اللي ما عندهمش ثقافه الاختيار ولا عندهم حتى امكانيه الاختيار
للأسف إن هي بتفضل طول الوقت مستهلكة في شبه علاقة من دول مع شبه شخص من دول، شخص متردد بياخد القرار وعكسه ويقرب منها ويبعد عنها ويحاول يتواصل معاها ويكف عن أي تواصل، وفي لحظة تلاقيه حتى لو موجود كأنه مش موجود. وده كله بسبب إنه غلطات من الأم أحد في سن الأسباب. صغير جدا، ممكن تكون حاجات يعني الأم ساعات ما تاخدش بالها منها، هي عارفة إن ممكن تكون اتعاملت غلط لكن مش متخيلة إن هو يسيب تأثير يترسب جوه الطفل لما يكبر يبقى شخص كبير للدرجة دي. يعني في حاجات كتير صغيرة وارد إن الأمهات ما تاخدش بالها منها، احنا بنبقى عارفين إنها تأثر يا دكتور بس ما حدش بيبقى عارف عواقبها إيه أو ممكن تأثر إزاي في السلوك.